بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة هنتكلم عن حاجة ناس كتير جدا بتحتاجها في شغلهم، هي موضوع الـ Find and Replace. لو أنا عندي تكست في الصفحة بتاعتي وعايز أعمل ريبليس لكل التكست الموجود في الصفحة، طبعا دي ناس كتير جدا عارفاها وبسيطة، ومعظم المحررات طبعا إن لم يكن كلها بتعمل الخاصية دي، إني أبحث عن نفس الكلمة موجودة في الصفحة اللي أنا فاتحها كاملة وأبدلها بكلمة تانية، ومعظم المحررات اللي فيها الخاصية دي بتتعمل دايما بكنترول اتش أو بكوماند اتش في الماك. يعني ده يعتبر الاختصار الأكيد هتشوفه في المحررات دي كلها بتعمل بيه الكلام ده. لكن درس النهاردة هيعمل الموضوع ده بطريقة متقدمة شوية عن طريق برنامج كومودو إديت، وفي برامج تانية كتير ممكن تعمل بيها الموضوع ده. في حاجة اسمها Find in Files و Replace in Files، يعني ممكن يكون عندي سكريبت فيه 1000 فايل، علشان أفتح كل فايل وأبدل الكلام اللي فيه، طبعا الموضوع ده ممل جدا ومعقد جدا وهياخد وقت طويل جدا. مع البرامج اللي زي كومودو وبرامج كتير بتعمل الكلام زي كودا في الماك، عندنا حاجة اسمها Replace in Files. بديله أنا فولدر معين أو دايركتوري معين فيه مثلا 1000 فايل 2000 فايل أي عدد، بيبحث لي عن كلمة معينة في الفايلز دي كلها ويعمل لها Replace لكلمة تانية، أو بس يبحث عنها ويطلع لي الملفات اللي فيها الكلام ده وأنا أوصل أدوس عليها وأشوف مكان الكلمة فين عشان أحددها. طبعا الموضوع ده جميل جدا لناس كتير، في ناس كتير جدا بتحتاجه. لو انا مثلا عندي متغير عايز ابحث عنه في السكريبت كله كاملا، مش هينفع افتح كل صفحه وادوس كنترول اف عشان ابحث، الطريقه دي هي اللي هتوريني الكلام ده. الموضوع بسيط جدا، بس هنحتاج بس ان احنا نحمل برنامج كومودو اديت. هنكتب داونلود كومودو اديت. لاحظوا معايا ان الموقع ده فيه تريك بايخه انا بحبهاش ابدا، ان هو بيحولك على الاي دي اي اللي هو الخاص بالمبرمجين، وده طبعا بفلوس مش عايزينه. احنا عايزين كومودو اديت، اديت برنامج مجاني انت تحمل بس الاديت. زي ما انتم شايفين هنا كومودو اديت از ذا فري اند اوبن سورس كاونتر بارت اوف كومودو اي دي اي، ده النسخه الاوبن سورس الفري. بس يهمني فري، برنامج فري ما فيهوش اي كراك ولا اي حاجه من الكلام ده كله، وهيدي لك اللي انت عايزه وزياده، لان احنا مش هنستخدم فيه اي برمجيات. انت هتعدل على الاتش تي ام ال والسي اس اس والكلام ده كله، وكمان انت ممكن تعدل على ملفات البي اتش بي بي وتبحث فيها مفيش مشكله، لكنه مش اي دي اي. واحنا طبعا شرحنا قبل كده يعني ايه اي دي اي، اللي هي الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، اللي هو المحرر بيكون معاه بيئه خاصه بالمبرمجين. طيب هنعمل داونلود للاديت بالشكل ده، فتنزله في جهازك عادي. طبعا الاصدار اللي انا بشرح عليه ده الاصدار رقم 10 زي ما انتم شايفين، داونلود كومودو اديت فور ويندوز. لو عندك نظام تاني تختار النظام المناسب ليه من هنا. لحد دلوقتي يا جماعه احنا بنحمل الاديت، محدش جه جنب الاي دي اي، لان الموقع هيدفعك ان انت تحمل الاي دي اي كتير. هيبدا الداونلود زي ما انتم شايفين، يا اما انت تدوس جاست ليت مي داونلود بالشكل ده وهو هيدخلك على صفحه الداونلود على طول ونحمل البرنامج. بعد التحميل عملنا سيت اب برنامج عادي جدا، مش محتاج انت ان انا افتح لك برنامج واقول لك نيكست نيكست عشان تسطبه. برنامج عادي جدا، الاعدادات بتاعته تعملها زي ما هو مناسب ليك، لان ممكن اصلا البرنامج يكون عندك. هنفتح الكومودو اديت بالشكل ده، النسخه الجديده اللي هي رقم 10 انا بشرح عليها دي، فيها طبعا مميزات حلوه جدا بالشكل اللي انتم شايفينه، وطبعا زاد فيها حاجات كتير جدا. المنيو بتاعتنا بعد ما كانت فوق هنا وسهله، المنيو بقت موجوده هنا في شكل التابز اللي انت شايفها دي. عندنا اللي احنا هنتكلم عنه النهارده حاجه اسمها فايند ان فايلز، مش موجوده عندك هنا، يبقى تيجي عند الاديت. الاديت هي اللي فيها الكلام ده كله. عندنا كنترول شيفت اف بيعمل لك فايند ان فايلز، كنترول شيفت اتش بيعمل لك ريبليس ان فايلز. ولاحظوا معايا الاتش دي دايما بتكون معبره عن الريبليس، اللي هو بيعمل ريبليس دايما، يعني حتى لو في ريبليس بس في الصفحه اللي انت فيها تعملها بكنترول اتش، هيجيب لك موضوع الريبليس ده. لحد دلوقتي الموضوع مش واضح ولسه ما جربناش اي حاجه، تعالوا نجرب فايند ان فايلز. اقول له انا فايند ان فايلز، زي ما انتم شايفين قال لي عايز تبحث عن ايه. تعالوا نبحث عن كلمه داي. لو مثلا حد في الفانكشن كاتب كلمه داي في البي اتش بي، مكتوبه في كام صفحه من الصفحات اللي في السكريبت بتاعي مثلا، بيقول لي وير، هتبحث عنها فين؟ بصوا عندي كذا حاجه، كرنت دوكيمنت. لو انا فاتح صفحه دلوقتي بقول له ابحث لي عنها في الكرنت دوكيمنت اللي انا حاططها، اللي انا فاتحها دلوقتي. وممكن سيلكت التكست، لو انا عامل سيلكت على تكست يبحث لي عن الكلمه دي فيها. واوبن فايلز هي الصفحات اللي انا فاتحها كلها،
يعني دي تاب صفحه، عندي تاب هنا صفحه تاني وثالثه ورابعه وخامسه، كل دي صفحات مفتوحه، لكن انا يهمني فايلز. فايلز دي بقى اللي انا احددها له في جهازي عشان يبحث عنها في الكلام ده كله. ومش بس كده، ممكن اعمل اكسكلود لنوع ملفات معينه ما يبحث فيها، زي ما انتم شايفين .svn .get، الملفات اللي هي ما لهاش علاقه بالبرمجه، بتكون خاصه بالويب سايتس والاعدادات بتاعتها. طيب الدايركتوري فين بقى اللي انت تبحث فيه؟ فين المكان اللي انت عايز تبحث فيه؟ هنروح احنا هنا، دوست على الدوت عشان افتح الدايركتوري، وعندي هنا بيقول لي select directory، هختار الدايركتوريز اللي هيبحث فيها هو، هقول له add علامة زائد وابدأ احدد المكان فين. هروح على الداونلود، نزلت انا النسخة اسمها بروسيس واير، نظام ادارة محتوى، هدوس عليه وهفتحه علشان خاطر يعمل له select بالشكل ده اهو، وهقول له اوكي. حددت المسار، حددت الكلمة اللي انا عايز ابحث عنها وكله تمام، وبعدين هقول له find all، هيعمل لي دلوقتي find عن كل حاجة في السكريبت بتاعي فيها كلمة die. تعال نشوف كده كل الفايلز دي اللي انت شايفها دي، بصوا هنعمل احنا سكرول عشان تشوفوا كله كامل، شايفين الخط الاسود اللي على اليمين ده، بصوا كام فايل، كل الفايلز دي كلها كاملة كاملة فيها كلمة die. طب نشوف ازاي الفايل ده اعرف. بص كاتب لك في اللاين 384 في الفايل هنا، وكاتب لك الكونتنت كمان، الفايل المسار بتاعه اهو جوه بروسيس واير ماستر، وبعدين في ملف الملف بيعمل سيت اب للنسخه، وفي اللاين كام، والكونتنت جايبها لك اهي فيها كلمه داي. شايفين لو دوست انا على الملف مرتين طبعا هيفتحه لي فوق عشان تشوف كلمه داي مكانها فين، شايفين اهي نفس القصة، بيقول لك برضو في السطر 730 تدوس عليه دبل كليك يوديك عليه بالشكل ده، نفس القصة السطر 1225 اهي كلمة داي، هنا ملف الكونفيج موجود داي اهي، اف ديفايند هنا ملف الانفو في داي اهي. طب تحت شوية انا لاحظت في ملفات جيسون وفي ملفات سي اس اس، كلمة داي هتلاقيها كلمة كاملة، هيجيب لك كلمة داي اللي فيها. تعال ننزل نشوف، انا هنا اهو لقيت تحت جي اس، ملفات جي اس، وفي ملف ديالوج سي اس اس اهو، فين كلمه داي؟ جراد، بصوا داي دي اي اي من كلمه جراديانت، التدرج الالوان كلمه جراديانت جواها كلمه داي، شايفين اهي داي اهي جوه جراديانت، وكل ملف هروح عليه طبعا هتلاقي الاف الملفات فيها كلمه جراديانت، عشان احنا اخترنا كلمه يعني شائعه جدا، وتعمدت طبعا اختارها عشان اوريك ان كام نتيجه اجيبها لك. طيب نفس اللي احنا عملناه ده، خلاص انا هقفل ده، خلاص نفس اللي احنا عملناه ده يا جماعه كاملا، هقفل كل الملفات اللي فوق خلاص، انا ما عدلتش عليهم طبعا، هو مش محتاج يعمل لي اي حاجه فيهم. نفس الفايند ده اقدر اعمل له ريبليس، مش بس فايند، يعني مش الموضوع فايند وخلص الموضوع، ممكن انا اعمل ريبليس، شايفين الريبليس العادي اهو، وعندي ريبليس ان فايلز، ريبليس ان فايلز. طيب انا هعمل تجربه بسيطه علشان ما يكونش فيها اي تعديل على السكريبت اللي عندنا هناك. هنا هعمل فولدر اسمه ليسون، وهفتح فيه تكست بالشكل ده، واقول له تكست 1، وجوه تكست 1 ده هقول له هلو اسامه الزيرو مثلا، وتحت او ممكن اقول له هلو اسامه بس، وهفتح تكست تاني سميه تكست 2، وهكتب فيه بدل هلو أسامة جود مورنينج أسامة، هنا هلو هنا جود مورنينج، وهاجي أنا هنا في البرنامج بتاعي هقول له ريبليس إن فايلز، ثانية هرجع لكم عليها أهو، إيديت ريبليس إن فايلز، ريبليس إن فايلز هتبحث عن كلمة إيه؟ هبحث عن كلمة أسامة، ريبليس بإيه؟ هتبدل الكلمة دي بكلمة إيه؟ هبدلها بكلمة ال0 مثلا. طب فين الكلام ده؟ زي ما قلنا اما في الكرنت دوكيمنت، الدوكيمنت اللي انا فاتحها، او في تكست معين انا عامل له سيلكت، او في الفايلز اللي انا فاتحها كلها فوق، او في فايلز معينه عندي في الكمبيوتر. قلت له فايلز، فين المكان الدايركتوري الديستنيشن اللي فيه الفايلز ده فين؟ جيت هنا اما دوست جاب لي الديستنيشن القديم موجود، لاحظوا معايا لازم تشيلوه عشان ما يروحش يبحث فيه، وادوس اد واحد جديد واروح على الديسك توب احط له الفولدر اللي اسمه ليسون ده، جاب لي الفولدر اهو واقول له اوكي، وهنا لحد دلوقتي لسه ما عملتش اي حاجه، هقول له هنا ريبليس اول، ودوست على ريبليس اول كتب لي تو ريبليسمنت ان تو اوف تو فايلز سيرشد، بيقول لي في ملفين اتبحث فيهم وفي تو ريبليسمنت تموا، التو ريبليسمنت دول اللي هو عامل لك عليهم علامه صح، الفايل ده اللي هو تكست 1 فيه 1 ريبليسمنت، في حاجه اتغيرت فيه، وده في حاجه اتغيرت فيه.
هل اعمل ميك تشينجز، خلاص اغير الريبليسمنت اللي تمت دي، هقول له مثلا ميك تشينجز. هنا ايه اللي حصل؟ فتح لي ملفين اهو جابهم لي. الملف الاول مكتوب فيه هلو ال0، شايفين مفيش اسامه، جود مورنينج ال0، فين اسامه؟ خلاص عمل لها ريبليس. عشان نروح نتاكد اهو هلو ال0 وهنا جود مورنينج ال0، كده عملنا فايند اند ريبليس بالبرنامج. الخاصيه دي من الخواص الموجوده في محررات كتير زي ما قلنا، زي الكودا موجود في الماك وكومودو، في برامج تانية كتير جدا ان شاء الله هنتكلم برضو عنها واحنا بنتعلم التصميم والبرمجة. بس الميزة دي هتنفعك جدا جدا، وخليك فاكر علشان لو انت دخلت في مشاريع متعمقة وحبيت تطلع مثلا فانكشن معينة من 1000 ملف وحابب تبحث عنها، البرامج دي هي المفيدة ليك عشان تنفعك في الكلام ده كله. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد وتريك جديد، وشكرا.